أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار فخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء المشرقين